اسمع هذا الموقف العجيب الغريب. غريب صحيح. الأقرع بن حابس يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فقال: أو تقبلون يعني أبناءكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. البيئة ضاغطة، البيئة مؤثرة. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تلام أنت هذه البيئة اللي ربيت فيها، وأبوانك قبلك، وهذا أسلوبكم، وهذاك الحين ما ضرك كبرت وصرت صحابي. لا، قالوا: أو يعني أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني البيئة جدا ضاغطة. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز، بيئة كانت يوسف ضاغطة. عليه السلام امرأة العزيز غلغت الأبواب وقالت هيت لك، بيئة فاسدة. لما الفيا سيدهم عند الباب ايش قال لهم؟ قال: فإن يعني قميصه قدم من دبر فهو من كيدهن. فلما طالع على قميصه قدم من دبر، فقال لمرته ايش قال بالفاسدة؟ ما قال، قال يعني استغفري لذنبك يوسف، اعرض عن هذا. بس ما اتخذ اي قرار ثاني. لا، ومرات العزيز توعده تقول يعني اذا ما سوى لي ابيه والله لا يسجن. هو ايش قال؟ قال: معاذ الله، ان ربي احسن مثواي. معاذ الله، السجن يعني احسن من البيئه اللي هو يعيش فيها. فكانت بيئه المحيطه مهما اتخذ اي قرار يعني امير مصر عكس كذا، بس كلام بسيط، دليل انه هو يعني ما عنده فاسد. هو ما فاسد. غيرت يوسف عليه السلام البيئه السيئه مع انه توعدته وسجن. فلما سجن جو يفسر عنده المنام، قالوا إنا نراك لمن المحسنين. ما تغير، ما كان تغير في السجن. يوسف عليه السلام كان في السجن من المحسنين، وكان في القصر من الثابتين. الإنسان بصبره وعزمه ودعائه ومعرفة سيرة من قبله، يقول: كرر علي حديثهم يا حادي، إن حديثهم يجلس في الفؤاد الصادي. وهم يقولون المجالس مدارس، كثر ما تسمع توسع عندك المدارك. شافوا يوسف في السجن صالح مصلح بخيره لا يوي إلى شره، فقالوا: إن نراك لمن إن لنراك لم إنك لمن المحسنين. يعني ورأوه يعني محسن. لا أنا أقول، ما قلت له الظروف الجيدة أكيد تساعد على النجاح. عنده فلوس يكون سهل إنه ينجح، عنده وقت، عنده علم، سهل إنه ينجح. لكن مو معناها أن البيئة السيئة سبب الفشل، لا. البيئة السيئة مي سبب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مو معناها أن البيئة السيئة أن تكون. هذا يوسف ثبت بالبيئة السيئة، وهذا يعني حتى كثير يعني الواحد يقول: هل يتنمرون علي اخواني عيال عمي لو اقول السالفه هذه تنمرون؟ لا، انعزل عنهم بافكارك، انعزل عنهم بافكارك، بذاتك، بما تحمله، ولا تخبر احد بافكارك. يعني مو معناها انك تهجرهم، انك تهجرهم بالبيت والفراش وتهجرهم بالاوطان، لا. الهجر 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 بنت المهلب من النساء يعني الذكيات والكاملات، تزوجها الحجاج وخذها الحجاج يعني بطريقة معينة وغصبا عنه. هند مرأة ذكية وجميلة. ففي يوم وهي تنشد قالت: وما هند إلا مهرة من سلالات الأفراس، تغشاها ثور فهي أنجبت ثور فللثور وهي أنجبت مهر يعني فلها. نسيت التكملة في البيت. كان الحجاج بيدخل، سمع الكلام وصدت نفسه ورجع، فأرسل مع الحاجب 20,000 إلى هند وقال له: كنتي فبنتي، كنتي زوجة. كان الحجاج يحب الكلام، قال: كنتي فبنتي، يعني كنتي زوجة وأنا أصبحتي مطلقة. فهي شردت، ما أخذ طبعا 20,000، وشردت على الحاجب، قالت: كنا فما سعدنا، وبنا فما ندمنا. بعدين عندها قصة مع الحجاج لما جاء يأخذها. تطلقت من الحجاج، سمع عنها عبد الملك بن مروان، وعبد الملك سمع عنه كلام واجد انها جميلة وانها تحمل من الوصف البدني والوصف الفكري والفهم، فأعجب فيها، فأرسل احد يخطبه.
فلما جاء لي خطبش قالت؟ قالت عذ يعني الأمير المؤمنين وقل له لقد ولغ الكلب بالإناء. تقصد الحجاج إنه هو. فعاد الرسول الوالي الأمير المؤمنين وقال له، قال لي عد لها وقل لها إن كان ولغ الكلب في الإناء فيغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. فوافقت عليه، لكنها شرطت، اسمع، شرطت إن اللي سوقه ويأتي بها عبد الملك، لكن شرطت عليه إن اللي سوق مطيته من العراق إلى الشام، كانت في العراق الحجاج بالعراق عبد الملك في الشام، إن اللي سوق المطية واليك على العراق، وانه ما يكون متقلد. حجاج كان حتى على كرسي العرش متقلد سيفه، رجل حرب. فغصبا عنه صار الحجاج هو يسوق المطية اللي عليها هودجة، وهم يمشون في الطريق تبي تغشه او تبي تغيظه، فمعه دينار، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، هي الحين معه دينار، اسقطته وما قال الدينار اللي من ذهب، لا قال الدرهمي درهمي، يعني زي اللي قالت قطت 10 وقالت ريالي ريالي. الآن هي معه دينار من ذهب، ولما قطته هو ما يشوف قطته بالرمل تحت المطية وهم يمشون، وما قالت ديناري قالت درهمي درهمي. فلما هو دور ما لقى درهم، لقى دينار من ذهب، فأعطاها قال هذا الدينار، قالت الحمد لله الذي أبدل درهمي بدينار، اللي أبدل يعني أنت يا الفضة الله أبدلني. فاغتاظ الحجاج لما وصلوا الشام، كان مغتاظ الحجاج ويبي يعني يسوي أي شيء، فما أدري إيش قال له عبد الملك بن عمران، فقال إني أبي يعني قال له كلمة، استغل فرصة الحجاج قال إن أبي علمني أن لا أكل فضلة غيري، فأيضا شالت نفس عبد الملك بن مروان وخلاها ما جاها يعني أسبوع تقريبا أو أكثر، فهي عرفت أن الحجاج سوى شيء، فسألت الحجاب متى يخرج يعني للحديقة أو للبستان عبد الملك، قالوا في الوقت الفلاني، فكان عنده عقد من لولو، نزلت سبقت الحجاج، سبقت عبد الملك بن مروان، سبقت عبد الملك على الحديقة وكان ما عقد، لما شافت من المؤمنين أقبل يعني فلت العقد، فسحت العقدة وامتل اللولو، فنزلت تدنق جمعه، فشاف عبد الملك وجاء وسلم عليه ونزل يدنق معه يجمع اللولو، فقالت يا أمير المؤمنين عجبت للولو، قال وما ذاك؟ قال عجبت للولو لا يخرقه إلا الغجر. يعني كنا بعد دقة بالحجاج، وكانت حرمة يعني من فطينة ذكية